هذا وحل رئيس المجلس الرئاسي الليبي يونس المنفي بالجزائر في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار هواريب مدينة الدولي الوزير الأول نذير العرباوي ووزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد السيد بنديكت أوراما. حضر اللقاء وزير المالية ومدير البنك المركزي ومدير ديوان رئاسة الجمهورية.